بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو كما تشاهدون أو كما رأيتم عنوانه، من هو الخضر عليه أفضل السلام؟ فكثير من الناس يعني يريدون معرفة من هو الخضر، هل هو نبي حقا؟ هل هو رجل صالح؟ هل هو ولي من أولياء الله الصالحين؟ ما هو اسمه الحقيقي؟ ما هو عمله في الدنيا؟ وهل صحيح ما يقال عنه أنه لا زال إلى يومنا هذا موجودا؟ وحتى إن قلنا إنه موجود، فما الفائدة من هذا؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى خصه بهذه الأشياء؟ كل هذا بإذن الله إخواني الكرام سأوضحه لكم في هذا الفيديو. أنا جمعت عنه بعض المعلومات، لدي فكرة سابقة لكن جمعت عنه بعض المعلومات لأعلمكم من هو الخضر عليه السلام. هو شخص ابن ملك، كان يسمى هذا الملك ملكان أو ملكان، وهذا الخضر اسمه تاليا. تاليا يعني بالتاء يعني تشال، تاليا. كان هذا الابن يعني إنسان عابد زاهد في الدنيا، فلاحظ أبوه هذه الملك العظيم شغف هذا الابن بالعلم والتعلم وحبه للدين، فخصص له يعني كما نقول نحن مؤدب، خصص له شيخ ليعلمه أصول الدين، فخصص له غرفة خاصة في القصر ليتعلم فيها. وكان هذا الخضر عليه السلام أطلق عليه اسم الخضر، وأطلق عليه اسم العالم، وأطلق عليه اسم الرجل الصالح. سأقول لكم لماذا سمي الخضر. فكان هذا يعني الولد بإذن الله نقول شغوف بالعلم وتعلم وصبر، وكان يتميز بقوة خارقة. لماذا قلت لكم قوة؟ سأعطيكم الدلالات التي تدل على أنه شخص كان قويا. أول شيء، هذا الشخص سأوضح هذه الصورة، هو بإذن الله نبي. أنا واحد من الناس كنت مخطئ بهذه المعلومة، ولدي الدليل وجمعت رؤوس أقلام لقوله تعالى في كتابه: وما فعلته عن أمري، يعني سجلتها، وما فعلته عن أمري، أي ليس الأمر الذي فعله أو الأفعال التي قام بها حين خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، كله بأمر الله. إذن كان يأتيه وحي من عند الله، والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء والرسل، فهذا دليل قاطع بأن الخضر عليه السلام نبي. فهمتم أم لا؟ لكن العلم الذي أوتي سيدنا الخضر لم يؤتى لأنبياء، ولم يؤتى لرسل، ولم يؤتى لرجال صالحين. لماذا؟ لأن هذا العلم يسمى علم لدن، علم اللدني. فهمتوني إخواني أم لا؟ وهذا العلم يؤتى من عند الله مباشرة، لا يعلم في مدارس ولا في كتاب ولا في جامعات ولا يعلم عند شيوخ، أي علم اللدن يأتي من عند الله مباشرة. فهمتوني أم لا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: والله هي أيضا سجلتها، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهمتوني أم لا إخواني؟ وأنا أسجل حتى لا تغيب عني أي فكرة، لأستحضر كل شيء. إذن سمي الخضر لماذا؟ اختلفت يعني التأويلات واختلفت الأقاويل، لكن الصحيح فيها أن هذا الرجل الصالح، هذا النبي، كان لما ينزل في مكان فيه شجرة يابسة أو يجلس على جذع ويكون يعني شائح أو يابس، يعني شائح يعني ميت، فيخضر. كان لا يمر على أرض قاحلة أو أرض جدباء إلا وتخضر. وقيل أنه كان يصلي، سبحان الله، الصلاة كانت مفروضة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على بساط أبيض فخضر، لهذا سمي بالخضر. وهو من ذرية يعني نوح عليه أفضل السلام، ومن ذرية أحد أبنائه على ما أظن أنني هو سام، نعم سجلته، هو سام ابن نوح. فهمتوني أم لا إخواني؟ والدلالات والأمور الشيطانية التي تقول أنه إلى يومنا هذا حي، فهذا غير منطبق مع الواقع أبدا. فهمتوني إخواني أم لا؟ فالخضر عليه السلام
أتاه الله علم لدنن، فكما نرى وأعطيكم حجج أخرى بالدليل، فإذا كان الخضر عليه السلام رسولا فإنه لن يكون أفضل من سيدنا موسى، لأن موسى اتبعه عليه أفضل السلام، وإن كان رجلا صالحا فلن يكون أفضل من أبي بكر الصديق، ولن يكون أفضل من عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فهمتم أم لا إخواني؟ ويقال أنه عاش في فترة يعني ما سيدنا موسى، وكان يتبع النبي إلياس عليه أفضل السلام، وتمتع بهذا العلم، وإنسان صابر وقوي. لماذا؟ إنسان كان صبورا لتمتعه بالصبر. أنا أريد أن أريكم شيء في آخر هذا الفيديو حتى تعلموا وتتعلموا منه الحكمة، ليست الحكمة أنكم تعلموا من هو سيدنا الخضر أو غيره، المهم أنكم تتعلمون الحكمة من هذا الموضوع. فيقول لك شخص مثلا يأتي ويتحداك ويقول لك مثلا هذا الشخص كيف كان تقول أنه قوي ولا يوجد ما يثبت أنه قوي؟ لا، قوي عندما صعد في السفينة خرقها. بماذا خرقها؟ يعني بماذا خرقها؟ بالقوة، أي أنه كان يتمتع بقوة أو بنيان جسدي قوي. فهمتوني إخواني أم لا؟ ولما وجد الغلام فقتله، أي قتله بقوة، شخص شديد، شخص شديد يعني. ولما دخل القرية التي أهلها ظالمون وجد الجدار فأقامه، قال سيدنا موسى يعني بقي باهتا منه، قال الله فأقامه، فلم يقمه معه سيدنا، أي أقامه لوحده، أي كان يتمتع بقوة بدنية وكان يتمتع بصلابة والشدة. لماذا؟ قال لسيدنا موسى هذا فراق بيني وبينك، يعني شديد وله أمر، يعني صاحب كلمة. فمن علم ومن يعني فضائل علم اللدن القوة، يعطيها الله لهذا الشخص أو للعبد الذي يريده الله، ويعطيه الصبر، فإنه كان يجوب العالم وأعطاه الزهد. فهمتم أم لا؟ أعطاه الزهد لأنه كان ابن ملك، لو كان يريد الدنيا لبقي في ملك والده، لكنه يعني ذهب في هذا العالم بأمر من الله حتى يبث دعوة، وكان يدعو أهله للصلاح والصبر وغيرها. إخواني في الله، أرجو أن تكون هذه معلومات تفيدكم إن شاء الله لتفهموا من هو الخضر، لأن كثير من الناس في رؤاها ترى الخضر أو يبلغ لها سلام من عند الخضر عليه أفضل السلام، فليعلموا أن هذه الدلالات التي قلتها أو حكيتها عنه أو رويتها لكم الآن أنها تبشر بالخير، وتبشر على أن الشخص ربما عليه أن يكون قويا بعض الشيء، على الإنسان أن يكون صبور، على الإنسان أن يكون زاهد، على الإنسان أن يكون متعبد حتى يصل ويحقق مبتغاه ويؤتيه الله من فضله. فليس من السهل أن يؤتى الواحد علما يعني وهو يكون في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فليس من المعقول أن يؤتى شخص علم وهو يعني يتبع البدعة والكفرة واليعني والأفكار الشيطانية. إخواني في الله، فهمتوني أم لا؟ على الشخص أن يحقق مبتغاه ويصل لما يريد، أن يكون أول شيء صابر زاهد في الله، حتى إن ملك الدنيا يكون زاهد في الله، وأن يطلب العلم، أن يطلب العلم من علام الغيوب، والله سيستجيب له بإذن الله. هذا هو إخواني، أحاول أن هذا هو كله قلته لكم، بعض رؤوس الأقلام فقط سجلتها كي لا أنساها. حوصلت لكم من هو الخضر، عرفتموه الآن، عرفتم الحقيقة. فإن شاء الله كل مرة هكذا إذا وجدت تفاعل على الفيديوهات، وخاصة هذا الفيديو، إذا وجدت تفاعل سأحكي لكم إن شاء الله حكايات أخرى عن أنبياء ورسل ورجال صالحين، منهم من ذكروا في القرآن ومنهم من لم يذكروا كثيرا. فكثير من الناس مثلا لا تعرف من هو العزير، نبي الله العزير مثلا. فعلى سبيل المثال هناك كثير من الناس لا يعرفون من هو إدريس، كثير من الناس لا يعلمون حكاية الناقة، يسمعون يقرؤون القرآن ويمرون مرور الكرام، فما بالك بمن لا يقرأ القرآن أصلا. إن شاء الله أخواني تجدونه وأجده إن شاء الله في ميزان حسناتنا. نرجو من الله أن يوفقنا بالسداد، ويبعد علي وعليكم ويرزقني وإياكم الخير كله في الدنيا والآخرة. إلى هنا لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.